ايه مرت عمي؟ شو يلي عم تعملي؟ انت كيف بتتآمري مع نهال وبتلجأوا لهي الألاعيب؟ فهميني هيك ما رح يتقرب شوريا منك، بصراحة رح يكرهك أكتر. مرت عمي نهال ما أنا غلطانة أبداً، عملت اللي طلبته منها تماماً وبالحرف. خلص انتي لا تاكليهم، بس اتمني انه صهرك يرجع لعقله وبأقرب وقت ممكن. كيف ما أكل هم يعني؟ انتي عملتي كل الأشياء لأنك مفكرتيهم صح، بس أنا خايفة عليكي لأني حاسة إنه اللي عم تعملي غلط. في سبب واحد بس للشي اللي عم ساوي، هو طبع شوريا. أنا بدي أغير له طبعه العنيد. هو مفكر إنه في يعمل أي شي بعناده، مفكر إنه في يشتغل بدون مساعدة أي حدا، لهيك رح حاول بأي طريقة يرجع لعقله. وبالمناسبة أنتي فيكي تحكي مع حماتي بالأول قبل ما تبهدليني بهي الطريقة، لأنه هي كانت فكرتها هي. شو؟ فكرة كارونا؟ مو معقول، الظاهر إنه الكل جن هون. هذا أسوأ يوم بيمرق بحياتي. أنا لهلأ لسه ما أكلت. حلو كتير. حلو، مو معقول شو طيبة هالسندويشة، تاخد العقل. انت وينك كاران؟ شو بياخد وقت ليتحضر الغداء؟ شو صار لك؟ انا كنت رح اتصل فيك استاذ، بصراحة عمي ضاع. بقصد عمي اختفى يا استاذ. عمي عم دور عليه هلا انا وامي. شو؟ عمك اختفى؟ وليش ما خبرتني لما حكيت معك من الاول؟ كاران طلعت بتعرف تكذب، هيك كتير منيح، خليته للشوريا يجي. استاذ انت ما تركت لي فرصة، اتصلت فيه فجأة وطلبت مني اني حضر لك الغداء. وقتها انا كنت عم دور على عمي يا استاذ، وبعدين خلص شحني هلأ اجيت على مركز الشرطة يا استاذ، واول ما انشحن موبايلي دقيت لي انت. استاذ قل لي انت كتير جوعان؟ رح اجيب لك الغداء واجي ساعة واحدة بكون عندك. خلص دور على عمك. روح. واحد ما بيفهم. لوين بدك تروح؟ لا تحلمي إني أعترف بالهزيمة، بدي روح على الحمام. طلب مساعدتي بس بأدب، أنت مانك مضطر تتحمل وجع أكتر. ما بتنتقص قيمتك إذا طلبت المساعدة. لا تحلمي بهذا الشيء أبداً. شوريا كنا ما رح يرد على مرة. مهك أنت ما رح تساعديه اليوم إلا إذا هو طلب مساعدتك، لأنه إذا ضليت تساعدي بهالطريقة رح يضل يقلل من قيمتك. ومشان زواجنا أنا ما لازم أضعف اليوم. Mm-hmm.
شوريا. ايه ماشي خلص، ما في داعي تطلب اني ساعدك. ايه بس انا ما فيني اشوفك بهالحاله. انت ربحت مبسوطه؟ لا اللي انا اللي خسرت. يلا تعالوا روحي من وشي، انا بكرهك كتير. ما هيك؟ ما هيك؟ لو سمحتي ما هيك؟ لو سمحتي ساعديني لأقوم. ما هيك؟ ساعديني. أجيب الغداء لهم. ما هيك؟ شكرا. بترجاكي وشكرا. يمكن أنت تعلمته، تعلمت الأخلاق هلا، ولهيك صار لازم إنه تعتذر مني.